أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واطلب من الناقل برهانا على ذا النقل عن ذا الأصل إن تأصل. وهي قاعدتنا التي نقول فيها إيش؟ الدليل يطلب. أحسنت، صوت. الدليل يطلب من الناقل، يطلب من الناقل عن الأصل، عن الأصل لا من الثابت عليه. وهي قاعدة كبيرة جدا وجميلة في الأصول الفقه. فكل من أراد منك أن تنتقل عن أصل تقرر بالدليل فلا تقبل الانتقال عنه إلا إذا جاءك بدليل آخر، فما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه إلا بالدليل، فما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه إلا بالدليل. لو أن إنسانا كان محدثا ويعلم من نفسه أنه محدث، فلما جاء وقت الصلاة شك هل كنت توضأت بعد هذا الحدث أو لم أتوضأ، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. لو أن إنسانا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك أكان سبح في الركوع أو في السجود أو قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، الأصل البقاء على الأصل، وهو أنك أديت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا. فمن أراد أن يخترق صحة صلاتك فهو مريد أن يخترق لأصل، ولا يقبل اختراقه إلا بدليل. لو أن إنسانا جاءك وقال هذا الماء نجس، وآخر جاءك وقال هذا الماء طهور، فمن أي رجلين تطلب الدليل؟ هذا. لو جاءك وقال هذا البيع حرام والآخر قال هذه المعاملة البنكية حلال، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ من قال خلاص، اطلب دليلا ممن أراد أن ينقلك عن الأصل. طيب، وصاحب الأصل دليله أصله، صاحب الأصل دليله أصله، فلا يطالب صاحب الأصل بالدليل لأن دليله أصله. ولكن من أراد أن ينقلك هو الذي يطالب بالدليل المصحح لهذا الانتقال. نعم.